طريقة أولا تدبير ديال المرابيض، يعني كما تدبر يعني هذه سنوات كانت تدبر على عن طريق يعني الصفقات، وهذا ما استمر عليه المجلس، إلا أنه الطريقة الجديدة أنه تم يعني إضافة يعني أو تقسيم إلى حصص متعددة، اللي خولت أن المجلس يعني يرفع من المداخل المتعلقة بالمرابد. طيب بالنسبة اليوم حاليا المرابد التي هي اليوم مؤدة عنها ولا إليه بالأداء هي مربط بيجوان الذي تم تمديد يعني استغلال ديالو، وهذا التمديد راه يعني تمديد قانوني وجاي في إطار دفتر التحملات التي تخول السيد الرئيس أنه يمدد وفق ضوابط قانونية يعني محضة. هناك يعني ايضا شارع شيرين غوش اللي هو داز في يعني في الحصه 11 رقم 11 اللي حتى هو مؤدان. طيب بالنسبه لاكادير باي ويعني هو كان تقترح باش يعني يتم التمديد ديالو هذه الفتره الصيفيه، الا انه يعني المساطر ما اكتملتش، فارتئينا في الجماعه انه نعلنوا بان هذاك مربط هو هذاك الفضاء هو مجاني. جميع مرابد مدينه اكادير، جميع الفضاءات التي كانت مرابد اليوم هي مجانيه باستثناء مربط بيجوان وشارع شين غشت. اؤكد ان جميع المرابد مجان. اليوم الجماعه دارت مجهود ايضا عبر يعني عبر يعني اعلانات وملصقات في اهم شوارع المدينه، في اهم المرابد على سبيل الذكر مربط سوق الحد. اليوم الجميع عنده المعلومه بان هذا المرابط مجان. نتمنى ايضا وهذا ان شاء الله هو اللي غادي يكون ان الجهات الاخرى المسؤوله انه يتم يعني الضرب بحديد بيد من حديد على كل من سولت له نفسه انه يمشي يعني يعكر صفو المواطن او الساكن على حد سواء، ثم يستغل فضاءات يعني يستغلها عشوائيا وبدون وجه حق. اليوم الجامعه كتقوم بالعمل ديالها انه كتعلن على المرابد انها مجانيه، فاليوم كل من الانسان اللي يعني تعرض لممارسه معينه فإله انه يتشكى على الجهه الوصيه والمسؤوله الجهه الامنيه في البلاد. الحمد لله البلاد ديالنا راه فيها القانون وسيتم اتخاذ الاجراءات ديالو. بكل صراحة أنا بالنسبة لسوق الحد تم الإشهار بلافتات أنه هذا الفضاء هو مجاني كسائر فضاءات المدينة باستثناء اللي ذكرنا عليهم. بالنسبة لسوق الحد تفاجأنا ماشي يعني بأنه الحمد لله هناك هذا الفضاء مجهز بكاميرا مراقبة. تفاجأنا أن هناك البعض يأتي لتخريب هذه اللافتات أو لنزعها بصفة تامة. اليوم الجماعة أخذت يعني المسار القانوني يعني عبر شكايه للجهات الامنيه، ثم ايضا عبر المسطره القانونيه عند رمك فيها السيد المحامي اللي كينوب على الجماعه لاتخاذ القرارات يعني وترتيب يعني الجزاء القانوني فضد هذا النوع ديال 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 الظواهر اللي كتمس يعني لا بالجماليه ولا بالنظام ديال المدينه ديال اكادير.